قولي بس لما تعمل شير هتضطر تطلع برضه. كويس، ده المفروض كده لايف صحيح؟ لا مش هقفل، انا هبدأ على طول. اوكي، ثانك يو يا محمد، شكرا. لو في حاجة قولي. باي باي، مع السلامة. اوكي، طيب، السلام عليكم. انا اسمي مروة ديب، معلش بعتذر عن دقايق التأخير، غالبا تكنيكال ايرور مني، اتلخبطت في حاجة معينة. انا استاذ طب الاطفال في كلية طب جامعة عين شمس، في وحدة الجهاز الهضمي. عندي اهتمام كده خاص طول عمري بحالات الامساك المزمن في الاطفال، فاتمنى النهارده يبقى يعني اقدر اوصل لحضراتكم كامهات معلومات بسيطه تقدر تساعدنا في الموضوع. انا بس عندي 3 حاجات عايزه اقولهم في الاول، او حاجتين هقولهم في الاول علشان ما بوص اليوم. يعني انا يعني وانا بتكلم هقول وصفات قد تكون مؤذيه شويه، يعني هتكلم في وصف الشكل المراز، هتكلم في وصف شكل عمليه الاخراج، ممكن تكون مؤلمه شويه فمحدش يتضايق. تاني حاجه، بعتذر جدا ان انا مش هقدر اتكلم في ادويه ولا في جرعات علاج ولا في انواع علاج اتوصفت، لاني متهيألي هيبقى صعب شويه ان اقول معلومات طبيه يعني عن أدوية في لايف يعني على الفيسبوك. أنا حاولت علشان ما يبقاش فيه ديستراكشن، حاولت أخلي الكلام كله في خلال 6 نقط. أول نقطة بتهم أغلبنا، هو إيه أصلاً المعدل الطبيعي للإخراج؟ يعني هل في حاجة اسمها كده؟ هل في حاجة اسمها لو ما بعملش عدد المرات دي في اليوم أو في الأسبوع أو في أي حاجة يبقى أنا كده عندي إمساك؟ الحقيقة إن إجابة السؤال ده معقدة شوية، لأن هو مفيش حاجة اسمها معدل طبيعي قوي، يعني مبني فقط على عدد مرات الإخراج. بيختلف الأسباب كتير، من ضمنها مثلا نوع التغذية اللي الطفل بياخدها، يعني الطفل اللي بيرضع طبيعي غير اللي بيرضع صناعي، غير الطفل الكبير اللي بياكل وبيشرب وبيشرب لبن وحاجات تانية كتير مع الأكل العادي. يعني لو هقف في النقطة دي كده بس بسيط، هقول لحضراتكم إن الطفل اللي بيرضع طبيعي إحنا عندنا حاجة اسمها قاعدة 7 في 1 وواحد في 7، قاعدة سهلة كده. يعني الطفل اللي بيرضع طبيعي بس ما بياخدش أي حاجة صناعي. لو لقيتوني بضحك في النص يبقى يعني بضحك على الكومنتس اللطيفة اللي بتجيلي من أساتذتي وزمايلي، فمعلش عدوها يعني أول مرة لايف، معلش. ايه بقى قاعدة 7 في 1 وواحد في 7؟ الطفل اللي بيرضع طبيعي بس مقبول جدا انه يعمل لحد 7 مرات في اليوم، 7 مرات كميات بعد كل رضعة، كميات صغيرة بسيطة طرية خالص مش سرية محببة، دايما الام بتوصفها كأنها حبات عدس صغيرة، ده طبيعي. وممكن يعمل مرة واحدة كل 7 ايام من غير ألم ومن غير حزق جامد، والبراز يبقى طري وريحته كويسة، ده برضو طبيعي. فالطفل اللي بيرضع طبيعي تحديدا عنده اختلاف كبير في عدد مرات الاخراج، خليكم فاكرين دايما قاعدة 7 في 1 وواحد في 7. طب الطفل اللي بيرضع صناعي، غالبا الطفل اللي بيرضع صناعي بيبقى عدد مرات الاخراج بتاعته اقل، وده مقبول، عدد مرات الاخراج اقل وشكل البراز مختلف، يعني مش الطري الاصفر المحبب، بيبقى غالبا شكله له قوام اكتر، هوريكم صور له قوام. ده اول تحذير، انا قلت لكم الاول ان انا غالبا هضطر اقول كلام ممكن يضايق شويه. طيب الطفل الكبير اللي بياكل وبيشرب وبيعمل كل حاجه، يعني بيرضع طبيعي بس خلاص دخلنا اكل او صناعي، دخلنا اكل او 3 4 سنين خلاص بياكل وبيشرب كل حاجه، العادي والمطمئن ان الطفل يكون بيعمل على الاقل يوميا او يوم بعد يوم، يعني لو بنعمل يوم بعد يوم فده بالنسبة لي عدد مرات إخراج عادية ومقبولة. دي إجابة أول سؤال. طيب تاني سؤال، طب يعني هي عدد مرات الإخراج هي البارامتر أو المؤشر الوحيد اللي بنعتمد عليه في وصف الإمساك في الأطفال؟ الحقيقة لأ. يعني ممكن أنا في عيادتي تجيلي الأم بتقول لي إن الطفل بيعمل حمام كل يوم، كل يوم بيعمل حمام، بس على طول بيعمله بألم شديد، وعلى طول الإخراج بيبقى صعب، والبراز بيبقى ناشف جدا، وبنقعد قاعدين كأننا بنتخانق وبنتحارب عشان نعمل حمام. هل هو كده بالنسبة لي طفل غير ممسك لأنه بيعمل حمام كل يوم؟ لا لا، عدد مرات الإخراج اليومية هي مؤشر واحد بس من وصف الإمساك في الأطفال، وده وصف عالمي طبعا، يعني مش هيبقى
مش هيبقى لطيف ان انا اقعد اقول لحضراتكم الوصف العلمي التفصيلي لكل حاجه. لكن مثلا ممكن يكون الطفل بيعمل يوميا، بس بيعمل بصعوبه شديده، بألم جامد جدا، وبيبقى يعني لحظه دخول الحمام لحظه مؤذيه للغايه. فالحقيقه ده طفل ممسك. الاطفال الكبار شويه دايما يوصفوا، او مش بيوصفوا، لما يتسالوا بيقولوا ان هم بيحتاجوا يفتحوا الشفاط لفتره طويله جدا عشان يساعدهم في الاخراج. دي برضو تاني معلومة قلت لحضراتكم انها ممكن ما تبقاش لطيفة قوي وانا يعني بتكلم النهاردة، فياريت تعذروني. ممكن يكون الطفل بيعمل بألم شديد، ممكن يكون بيعمل براز ناشف جدا، ناشف حجر يعني توصف زي الكورة، والوصفات دي هوري حضراتكم صور ليها دلوقتي، اتمنى انها تبان في اللايف، مش متأكدة. يبقى الطفل اللي بيعمل بألم شديد او اللي بيعمل براز ناشف جدا هو طفل ممسك، حتى لو بيعمل حمام كل يوم. أنا نسيت أسأل السؤال المشهور بتاع الصوت حلو ولا لأ، أتمنى إنه يكون كويس، ولو مش كويس قولولي، أنا ببص كل شوية كده. ألم شديد، براز ناشف جدا، أو بيخاف يعمل حمام. يعني إيه بيخاف يعمل حمام؟ كل الأمهات هيفتكروا معايا المنظر ده، منظر الطفل اللي بيبقى قاعد بيلعب وبيتنطط، أو يعني بيقضي يومه العادي في الأوضة، وبعدين فجأة وشه يتغير، وبعدين يروح يستخبى ورا الستارة، أو يروح يستخبى ورا كرسي مفضل كل الأم عارفينه، وشه يتغير قوي، وساعات يروح قاعد على الأرض كده ويروح ماسك رجليه في بعضهم، وساعات يروح شادد ظهره لورا. معلش مش عارفة قوي أعمل الصورة، بس المنظر ده بتاع الطفل اللي مش عايز يعمل حمام، اللي بيحاول يمنع نفسه إنه يعمل حمام، ليها وصف بالإنجليزي، الطفل اللي عامل اللي بياخد وضع البنانة، وضع الموزة، قالب ظهره كده لورا، او ليها وصف تاني، وضع الرأس، يعني يقعد يعمل حركات كأنه بيرقص، يلف رجليه على بعض كده كأنه بيرقص. هو حقيقي مش بيرقص، هو حقيقي بيحاول ما يعملش حمام، لأن الحمام مؤلم بالنسبة له. تخيلوا ان لو الطفل، لو هي دي شكوى الأم، فده معناها ان الطفل عنده إمساك، حتى لو في الآخر بينجح انه يعمل، فيبقى ده تالت وصف للإمساك. او ان الطفل عنده مشاكل بقى حقيقيه مع الامساك. يعني ايه؟ يعني لا قدر الله في دم في البراز من كتر ما بيحزق، والبراز ناشف ويبتدي يعوره، او بيبتدي يوسخ نفسه لان هو مش قادر يتحكم في الاخراج، مش حاسس، فيروح مخرج حته صغيره كده كل شويه، والهدوم تتوسخ، والام تزعق وتقعد تقول له انت كنت عارف، انت قاصد تنرفزني، انت قاصد تضايقني، ريحتك بقت وحشه، وكل اصحابك مش هيلعبوا معاك، الكلام اللي هو غصب عن الام بتقوله بهدف انها تخلي الطفل يتشجع ان هو يتخلص من هذه الازمه اللي هو حبيبي اصلا مش مسؤول عنها، وعنده مشكله محتاجه علاج. في وصف تاني انا سبته للاخر، يوصف الطفل الممسك برضو، الطفل اللي هو بعد مثلا 3 4 ايام بينجح اخيرا انه يتغلب على خوفه ويعمل حمام، فيدخل الحمام تبقى ليله بقى، يعني بعد مثلا نص ساعه من العياط والصريخ، يعمل براز شكله غريب جدا. يعني الامهات دايما بتقول لي حضرتك البراز حجمه كبير، حجمه كبير جدا لدرجه انه بيسد التواليت، يعني ما ينفعش ندوس على السيفون فالبراز يعدي، لازم نحط ميه، ولازم نطلق ميه، ولازم نعمل محاولات عديده علشان نعديه. الوصف ده بالتحديد، على فكره بالتحديد كده، ان هو يعمل براز حجمه كبير لدرجه انه يسد الحمام، يسد التواليت، ده وصف مكتوب في الجايد لاينز العالميه، او في الابحاث العالميه يعني اللي بتوصف الامساك عند الاطفال. وانا متاكده ان كل ام من حضراتكم، بعد الشر طبعا عن اي حد، بس كان عندها طفل في وقت من الاوقات بيعاني من الامساك، شافت المنظر ده وما كانتش فاهمه ازاي ده بيحصل، لان دايما الام لما بقول لها الوصف ده بتقول لي ايوه فعلا البراز بيبقى حجمه كبير جدا، انا مش ببقى عارفه اصلا ازاي هو قادر انه يعمل ده. الخمس حاجات دول مع التأخير في الإخراج يوصفوا الإمساك في الأطفال. بيتأخر في عدد الأيام، يعني بيعمل أقل من 3 مرات في الأسبوع، بيعمل براز ناشف جدا، بيعمل براز بصعوبة وبألم شديد، بيحاول يتجنب إنه يعمل حمام بإنه يستخبى ورا شوية حاجات. عنده مضاعفات زي ما قلت لحضراتكم عليها، أخطرها طبعا أو أكثرها قلقا بالنسبة للأم وجود الدم في البراز، أو بيعمل براز حجم كبير جدا لدرجة إن هو ما بنقدرش نتخلص منه بسهولة. طيب يبقى ده تاني سؤال، أول سؤال المعدل الطبيعي للإخراج، تاني سؤال كان إزاي أبقى عارفة إن ابني أو بنتي عندهم إمساك، تاني سؤال طب هل هو الإمساك من المشاكل اللي ممكن نقدر نتوقع حدوثها في الأطفال؟ يعني أنا أم
وبعدين ابني انا عارفه ان هو يميل الى الامساك، يعني ايه؟ يعني بيعمل حمام براز اوكي يوميا، بس بيعمل بصعوبه شويه، بيعمل حجم كبير شويه، بيعمل بالم شويه، عارفين حاجات كلهم شويه شويه دي. اقدر اتوقع ان ابني ممكن يجي له امساك شديد يحتاج مني اتدخل، ان انا يعني اخد استشاره حد متخصص ولا لا. في عندنا 3 اوقات نتوقع فيهم حدوث الامساك عند الاطفال. ال3 اوقات دول ايه؟ اول وقت حضرتكوا تستغربوه شويه، الوقت اللي بنبتدي ندخل فيه اكل للطفل، يعني الطفل بيرضع طبيعي او صناعي، يعني اول 6 شهور من عمر الطفل زي ما العلم كله بيقول. وبعدين بعد كده بندخل اكل، بندخل اكل خارجي في الوقت المناسب، وبندخل اكل مناسب وكل حاجه، بس فجاه الطفل بقى ممسك. لو بتستشير مامتها، لو بتستشير الدكتور بتاعها، فالدكتور بيقول لها متوقع بالذات لو كنتي بتكتري شوية في الأكل اللي يعمل إمساك، زي الرز، زي البطاطس، زي الجزر، زي الحاجات، وزي حاجات على فكرة ما نعرفهاش، يعني في حاجات ممكن احنا نبقى متخيلين انها بتمشي البطن، بس نلاقي الطفل ده بالذات لما أخدها هو كده دونا عن الخلق كلها بطنه قفشت. سوري في التعبير، انا مش حاسه ان انا النهارده المفروض اتكلم تعبيرات علميه مكلكعه، فيعني انا هتكلم زي ما يكون بكلم في العياده او في شغلي. فنلاقي بطنه قفشت مثلا غير متوقع، بس ده من الاوقات اللي ممكن يحصل فيها امساك عند الاطفال. وساعات على فكره بتكون زي ما الدكتور فعلا بيتوقع او زي ما الجده قالت انها مرتبطه بنوعيه الاكل اللي اتاخدت، وساعات بتكون حساسيه من الاكلات اللي اتاخدت. يعني مثلا ممكن يكون الطفل عنده حساسية من أكلة معينة، سواء اللبن أو بطاطس أو أي حاجة أو قمح، أي حاجة أي حاجة، وتظهر في صورة إمساك. أنا معنى جملتي دي عشان ما تتفهمش غلط إن مش أي طفل عنده إمساك هو أكيد عنده حساسية من الأكلات، بالعكس أي طفل عنده إمساك ممكن يكون إمساك نتيجة ضعف حركة الأمعاء، وبشوية علاجات بسيطة وبشوية معلومات عادية ممكن يتحسن. لكن الوقت ده اللي هو وقت دخول الاكل انه ممكن يحصل فيه امساك عند الاطفال، ده من الاوقات اللي لازم نراقبها، ومن العلامات اللي حقيقي اي دكتور بيقولها في عيادته للام، بيقول لها لما بندخل الاكل لازم نلاحظ اي تغيير في الطفل، حدوث مثلا ترجيع، اسهال، امساك، طفحه على الجلد. يعني دي من العلامات اللي لازم نراقبها عند دخول اي اكل للاطفال. طيب ايه تاني وقت نتوقع فيه حدوث امساك عند الاطفال؟ تاني وقت هو وقت التدريب على الحمام، يعني الوقت اللي بنتخلص فيه في البامبرز وبنمرن الطفل ان هو يدخل الحمام لوحده. الحقيقه انا بحس ان ده وقت مضحك جدا للام ومخيف جدا للطفل، لان احنا بنتخيل ان ده تطور طبيعي لحياته، ان هو بقى كان بيعمل في البامبرز وبعدين اصبح بيعمل في الحمام. واكد لكم ان التواليت والحمام هو مكان مخيف للطفل، مكان مخيف. فكرة ان هو يقعد على التواليت زي الكبار وبعدين يقوم وبعدين يشد السيفون فالحاجات اللي كانت في التواليت تختفي، هو حبيبي بيجيله احساس ان هو كمان ممكن يختفي زيهم بالظبط، او بيجيله احساس بيتهيألي جال ناس كتير كبار وصغيرين ان هو اول ما بيقعد على التواليت في حاجة هتطلع من التواليت وهتأذيه بطريقة معينة، هتعضه وهتضايقه، يعني ده احساسهم حقيقي. فالتجربة تجربة مؤلمة، زائد طبعا الامهات اللي يعيني برضو في محاولة انها توصل الطفل انه يعمل حمام بسرعة ويبقى شاطر جدا زي كل الاولاد والبنات اللي في العيلة. فاول ما يا حبيبي يفكر بس انه يوسخ نفسه، اول ما يقلع البامبرز تبتدي التحذيرات المخيفة من ان هي مش هتحبه تاني ابدا، وان مفيش حد هيصاحبه ابدا، وان هو لو عمل كده فمفيش حد، لو عمل في البامبرز زي ما كان بيعمل طول عمره زمان مفيش حد هيحبه ومش هيخرج ومش هيجيبوله لعبة. فالتحذيرات دي يا حبيبي بتخلي الطفل عنده دايما خوف، هل العقاب علشان بيعمل تواليت بيعمل براز يعني، ولا هل العقاب عشان بيعمل في البامبرز؟ فلأن الأطفال عندهم براءة في التفكير فهو بيبطل بقى خالص، بيبطل يعمل عشان ما تزعلش، فأنا مش هعمل في البامبرز ولا هعمل في التواليت. الوقت ده خطير جدا يا جماعة، الوقت تدريب الأولاد على الحمام يعني ونقلع البامبرز وقت خطير جدا. يعني انا دايما بقول للام لو سمحتي لو ابنك عنده امساك واحنا دلوقتي في مرحله علاج الامساك، يا ريت ناخر التدريب على التواليت دلوقتي، مش عايزينه، مش عايزينه، مش هيحصل حاجه على فكره لو اتعلم وهو عنده 3 سنين بدل ما يتعلم وهو عنده سنه ونص، عشان احنا مش في سباق مع اي حد، مش في سباق مع اي حد. كل طفل بيأتشيف او بيصل الى مرحله ان هو قادر يتحكم تماما في البول والبراز في الوقت المناسب ليه، اللي هو بالمناسبه
غالبا عند عمر 27 شهر اللي هو سنتين وثلاث شهور. فالمحاولات ان احنا نعملها قبل كده وتبقى محاولات مؤلمة بتبقى قاسية جدا، وممكن تعمل لنا مشاكل كتيرة من ضمنها الامساك المزمن، ده غير طبعا العلاقة المضطربة الرهيبة اللي بتحصل ما بين الام والطفل. يبقى اول وقت زي ما قلت لحضراتكم وقت دخول الاكل، تاني وقت التعليم على الباتي يعني او الحمام والتخلص من البامبرز، تالت وقت بقى وقت المدرسة. وانا بزود عليه دلوقتي وقت الجيمز، يعني لما اكون حتى في الاجازه وبلعب في الجيمز. ليه؟ لان الاولاد والبنات وكل الاشخاص مش بيقدروا يقوموا من على الجيمز علشان يدخل الحمام، لان الجيمز مهمه، ولو قام دلوقتي تقريبا هيبقى باند وهيطرد من اللعبه، فهو لازم يقعد يكمل اللعبه. فمش هعمل حمام دلوقتي، فهمسك نفسي مش هعمل حمام. نفس اللي بيحصل في المدرسة، مهما كانت المدرسة مهتمة بنظافة الحمامات ومهتمة بالإجراءات بتاعة حمام نظيف وآمن، مفيش طفل هيدخل الحمام أو حتى كبير هيدخل الحمام في المدرسة غير لو كان يعني مش قادر. فدايما دايما وقت دخول المدارس، وزيها على فكرة الحضانات، يعني الحضانة اللي فيها أولاد كبار يعني خلاص متعلمين إنهم يدخلوا التويلت، نادرا ما الطفل بيدخل يعمل حمام براز. ممكن طبعا يعمل بول عادي، لكن نادرا ما بيدخل يعمل حمام براز بسهولة. غالبا زي أغلب الناس الأطفال بتبقى متعودة على مكان معين وعلى إجراءات معينة في الحمام، ما بتبقاش عايزة تستعمل حمام مختلف يعني. فلازم ناخد بالنا من المرحلة دي. لو أنا ابني عارفة إن هو بيميل إلى الإمساك، أبقى عاملة حسابي إنه مثلا يعمل حمام، أصحيه بدري شوية الصبح يعمل حمام قبل ما يروح المدرسة، أو أعرض عليه الحمام إن هو يستعمل الحمام عشان يعمل براز بعد ما يرجع من المدرسة، يعني أخبي الوقت بتاع الـ الإمساك. أخبي، أنا آسفة مش وقت الإمساك، أخبي الوقت بتاع المدرسة، ما أحسبوش من ضمن الأوقات اللي ممكن يعمل فيها حمام. يبقى دول الثلاث اوقات. هزود حته هنا، القولون اللي هو الامعاء بتاعتنا اللي بتخزن البراز علشان نخرجه في المكان والوقت المناسب، عندها قدره رهيبه انها تكبر وتخزن وتشيل. فلما الام تقول لي يعني هو معقول قاعد 7 ايام ما عملش حمام ودى البراز ده كله فين؟ ما ودوش في حته، هو شايله في الحفظ والصون في بطنه شايله، عشان القولون بتاعنا يقدر يوم الامعاء تقدر توسع وتشيل وتكبر 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 الى ما لا نهايه. وده اللي بيخلي حجم البراز في التواليت كبير جدا زي ما الام بتوصف. هي بتوصف حقيقي، لانه حجم البراز بيبقى على حسب الوعاء اللي متشال فيه، فالوعاء اللي متشال بيه بيبقى كبير جدا فبيخرج براز كبير جدا. مش بس كده، ده بيعمل مشكله كبيره جدا. ساعات الحجم الكبير ده الطفل يا حبيبي يجد صعوبة رهيبة في إخراجه، فيقعد، سوري في التعبير بس أنا حذرتكم في الأول، يقعد يدلدق شوية، يعني الإناء اتملى على الآخر ومش عارف أخرج منه، فأقعد إيه أدلدق حبة صغيرين في حبة صغيرين في حبة صغيرين. أدلدق دي هي عدم تحكم البراز، هي البراز اللي الأم بتشوفه في الهدوم الداخلية بتاعت الولد وطول بيعمل على نفسه، وبيعمل براز طري مش ناشف. طب أمال ليه كل كام يوم بيعمل براز ناشف في الحمام؟ هو اللي بيعمله حبيبتي في الهدوم بتاعته الداخلية ده مش حمام، ده اللي بيسيح وينزل. ده اللي في صورة عندي عايزة أوريها لحضراتكم، بس أنا فعلا مش عارفة إن كانت الصور هتنجح إنها تبان ولا لأ، أما مش ناجحة. مش ثواني، أنا أصلا مش عارفة، مش ناجحة، الصور مش باينة، بس هو ده الصورة اللي قصدي عليها. قولون كبير جدا 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 وبندلدق منه. ام سو سوري انها مش باينه، كانت محاوله مني بس يعني ايه، معلش ما نجحتش قوي يعني. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل الشكل يعني. فدول الثلاث اوقات اللي اتوقع فيهم حدوث الامساك. طب لما اتوقع اعمل ايه؟ يعني ابقى مركزه اكتر ان انا اودي الطفل الحمام باستمرار، ابقى مركزه اكتر ان انا ادي اكل ملين، ابقى مركزه ان انا قد احتاج استشاره الدكتور بتاعه ان هو يحتاج ياخد ادويه ملينة علشان ما يحصل لناش إمساك. إحنا كده خلصنا أول 3 أسئلة، إحنا ناقص لنا 3 أسئلة كمان. إمتى نروح للدكتور؟ يعني خدوا بالكم برضو إن الإمساك مشكلة، مش بحب أقول عليه مرض، يعني بحب أقول عليه مشكلة، فهي مشكلة غالبا بتبقى في العيلة. يعني أنا ابني ممسك لأن أنا ممسكة، ووالده قد يكون ممسك، وأخوه الكبير ممسك، وجده وجدته ممسكين. يعني غالبا الإمساك في العائلات في عامل وراثي عالي بنزود عليه بقى عوامل تانية يعني في التغذية وفي الحياة، يعني في نمط الحياة ممكن تزوده أو تقلله على حسب كل واحد رايح لأنهي سكة يعني. فده الإمساك.
فدايما في تاريخ مرضي قوي في العيله للامساك، اروح للدكتور امتى؟ ايه اللي يخليني اقول لا ده مش زي العيله، ده محتاج يروح للدكتور؟ امساك في طفل عنده اقل من 4 شهور، ارجوكم ارجوكم، مش بس الامهات، كمان لو في زمايلي بيتفرجوا معايا، اي طفل اقل من 4 شهور مش لازم نحاول نعالج فيه لوحدنا من غير ما ناخد استشارة حد متخصص في اضطرابات الاخراج او جهاز هضمي اطفال، بليز. او ممكن يكون دكتور اطفال على فكرة عام، بس عنده اهتمام خاص بعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي في الاطفال، فبالعكس ده من الناس اللي ممكن يفيدونا جدا. اي امساك بيحصل تحت عمر 4 شهور، بالذات لو معاه سوء نمو او ضعف في النمو، فده مش حاله تعدي بسرعه، دي لازم حد متخصص يبص عليها. ومش بس اقل من 4 شهور، اي امساك مصاحب بضعف شديد في الوزن محتاج استشاره حد متخصص. تاني حاجه، لو الامساك مستمر اكتر من شهر، لو الامساك مستمر اكتر من شهر احنا محتاجين نستشير حد جهاز هضمي اطفال. طب لو اقل من شهر، احنا مش محتاجين نستشير، احنا عندنا على طول مجموعة من الفحوصات لازم نجري نعملها، لانه قد يكون علامة لشيء مش مظبوط بيحصل. تيك كير. فانا بتكلم بس على الامساك الاكتر من شهر ده، وانت قاعد كده بهدوء في عيادتك ممكن تتكلم مع الام وتاخد الستبس او خطوات العلاج المظبوطة. اقل من شهر ده يعتبر في طب الاطفال طارئ، يحتاج فحوصات طارئة. امتى كمان محتاجين نستشير الطبيب؟ لو المحاولات العادية اللي مامتي وحماتي واختي وجيراني قالوها لي ما نفعتش، شربيه مية كتير، اديله اكل ملين كتير، دخليه الحمام بانتظام، لو المحاولات دي ما نفعتش يبقى انا حقيقة محتاجة استشير دكتور علشان اعرف المشكلة، الحق المشكلة بدري قبل ما تبقى فيها مضاعفات او مشاكل اطول. آخر حاجة محتاجة أستشير دكتور لو ابتدت تحصل مضاعفات زي وجود دم في البراز أو عدم تحكم في البراز، يعني دايما دايما الهدوم بتاعة الطفل متوسخة. يبقى دول 4 أسباب اللي أنا محتاجة على طول، يعني إيه، أستشير دكتور. أستشير دكتور، مش لازم أستشير خالص الإنترنت، مش لازم أستشير جوجل، محتاجة أستشير دكتور. أوكي، طيب ده رابع سؤال. خامس سؤال، طب أنا رحت للدكتور هيعمل إيه الدكتور؟ دي حاجة مهمة، حاجة مهمة ليه؟ لأن الحقيقة الإمساك كمرض أو كمشكلة، إحنا قلنا مش هسميه مرض، علاجه طويل وبايخ وبيضايق، بيزهق الأهل وبيزهق الطفل، وعلى فكرة ساعات بيزهق الدكتور، لأن يعني أنا بدي علاج بفرح لما بلاقي نتيجة، فلما ما بلاقيش نتيجة بسهولة أو بلاقي نتيجة بعد وقت طويل فبزهق عادي، يعني زي أي بني آدم. اسمها إيه؟ الأصل في الموضوع إن أنا كدكتور وحضرتك كأم وأب وكطفل كمان لو الطفل كبير شوية وقادر يفهم الموضوع، نبقى متفقين إحنا عايزين نوصل لإيه؟ لأن دايما التوقعات اللي غير بعض بتزعل الناس. يعني لو مثلا أنا متوقعة إن حضرتك تسمع كلامي، الأم والطفل هيسمعوا كلامي، فأنا هشوفه بعد شهر أو بعد أسبوعين فهلاقي نتيجة زي ما الكتاب بيقول، ولقيت إن ده ما حصلش فهبقى أنا متضايقة جدا، وممكن ده ما يحصلش لأن الحالة صعبة، وممكن ما يحصلش لأن حضرتك مش مصدق كلامي فما عملتوش. فأنا دايما بقول إن الأصل في علاج المشاكل اللي بتحتاج متابعة لفترة طويلة إن الدكتور يقدر يوصل للعيان ويفهمه إن المشكلة دي اللي بقالها كتير، اللي جربنا فيها كورسات علاج كتير، إن شاء الله ليها حل، حل يمكن ياخد مننا وقت طويل، لكن بإذن الله إحنا بإذن الله أكيد هنوصل ل حل مناسب إن شاء الله، وحل مرضي لجميع الأطراف. أفاجئ حضراتكم إن الجلسة العادية مع الطفل اللي عنده إمساك ومع الأهل، يعني أنا أول مرة بشوف الطفل والأهل، ما ينفعش تبقى أقل من 25 ل 30 دقيقة، زي النهاردة كده ناقص لي 7 دقايق، ما ينفعش تبقى أقل من 25 ل 30 دقيقة أول مرة بس، بعد كده إن شاء الله الدنيا هتبقى أسرع. لان انا بحاول اوصل لحضرتك كأم وكأب، وبحاول اوصل للطفل لو كبير المشكلة حصلت من ايه، وان هو يا حبيبي مش مسؤول عن المشكلة دي، وان هو يا ماما ما بيضايقكيش ولا بيستفزك لما بيعمل على نفسه او لما ما بيرضاش يعمل، هو حقيقي عنده مشكلة. فيعني التفاهم ده بيننا وبين بعض، وكلنا نتخلص من القاء الاتهامات على بعض وعلى الدكاترة السابقين اللي ما نجحوش في العلاج، لان هي مش لازم تكون مشكلة حد على فكرة.
نبدأ دلوقتي وإن شاء الله بإذن الله المشكلة هتتحل. يبقى دي أول جزء من العلاج، دي أول حاجة هيعملها الدكتور، إنه يوصل لحضرتك أصل المشكلة حصلت من إيه عشان نقدر نلاقي لها حل. تاني حاجة هيعملها الدكتور، ومعلش أنا زي ما قلت لحضرتكم في الأول أنا مش هقدر أستفيض فيها، لكن إن هو يوصف الأدوية، أدوية الإمساك أدوية آمنة، أدوية الإمساك المصرح باستخدامها في الأطفال أدوية آمنة تماما، أدوية بتحتاج نستخدمها لفترات طويلة وفترات طويلة منتظمة قد تصل إلى 3 شهور. على فكرة 3 شهور ده بالنسبة لي الطفل اللي ماشي يعني إيه دغري، ما فيهوش وقعات يعني، كل يوم. كل يوم. طب يا دكتورة ما هو كده مش هيعمل غير بالملين. لا حبيبتي إن شاء الله هيعمل بالملين، ولما هنسحب الملين هيكمل عمايل عادي خالص، لان احنا مع الادويه بيبقى لينا بروتوكولات تانية في العلاج او تغيير نمط حياه تاني في العلاج للطفل وللاسره ساعات، عشان كلنا نوصل في الاخر للحاجه اللي احنا عايزينها. فيبقى انا لو يعني لو قادره اقنع حضراتكم بحاجه يعني، او احاول اوصل لحضراتكم معلومه في علاج الامساك، ان علاج الامساك طويل بياخد شهور، قد نحتاج بعد ما نوقفه ونرجع نديه فترات قصيره تاني. ساعات بالذات في بداية العلاج بندي جرعات كبيرة جدا من الملينات، كبيرة جدا بس مش كبيرة مؤذية، كبيرة في حدود المسموح به، يعني احنا ما حدش بيقلف جرعات، احنا بندي جرعات على آمنة للطفل. فده تاني معلومة مهم جدا، مهم جدا ان الام تصدقني، تصدقني او تصدق الدكتور اللي بتتابع معاه، ان علاج الامساك محتاجة نمشي عليه بانتظام، ومحتاجة حضرتك تاخدي الادوية اللي انا بقترحها عليكي علشان ان شاء الله المشكله دي تتحل على خير. انا بدي العلاج، هقول تيب صغيره، ان انا عايزه الطفل يعمل واحنا بناخد العلاج يعمل براز يومي، وطول ما احنا بناخد الملاين احنا عايزين نعمل براز يومي، ولو اتاخرنا يبقى يوم بعد يوم، ونعمل براز طري ونعمل براز بدون الم، وما يبقاش عندنا حوادث في الهدوم الداخليه من غير ما نكون حاسين بيها. والافرج زي ما بقول لحضراتكم حوالي 3 شهور كل طفل غير التاني، وبعدين بنسحبه بالتدريج. التدريج ده على فكرة يعني ابتدي أقلل جرعات الملايين بالتدريج، التدريج ده ممكن يوصل ليه 3 شهور تانيين، لأني ساعات أسحب ألاقيه كان عندنا امتحان وبنروح المدرسة فما دخلناش الحمام، فأقول للأم طب حضرتك ممكن تبطلي سحب دلوقتي، نيجي نسحب نلاقينا مسافرين اسكندرية، فلما نسافر اسكندرية مش هندخل الحمام اللي في المكان اللي في اسكندرية، طب لو سمحتي يبقى ده مش الوقت المناسب اللي حضرتك تسحبي فيه الملايين. حضرتك فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا ما عنديش جدول معين بديه لكل ام، انا عندي بروتوكول بيتغير مع تغيير حاله كل طفل، وده يرجعني تاني لاهميه التواصل مع الاهل والطفل، لان كل طفل وكل عيله هي حاله لوحدها، مفيش حاجات بتتحط على كل الناس زي بعض. نفس الكلام في اختيار الادويه على فكره، في دواء ممكن انا ابقى شايفاه دواء هايل والام تحلف لي ان هو مش، او مش تحلف لي، الام تقول لي ان هو مش جايب نتيجه مع ابنها، حتى لو انا كدكتور مقتنع ان ده العلاج احسن علاج، لكن لو الام بتقول انه مش مريحه فهو مش مريحه. فيعني احنا بنقول دايما لينا كلمه لو هترجمها يعني بتقال ان العلاج بيتفصل على كل حاله. طيب يبقى الدكتور هيتكلم مع حضرتك، الدكتور هيوصف علاج طبي طويل محتاجين نبقى مقتنعين ان احنا نلتزم بيه، الدكتور هيدي لحضرتك شويه افكار سلوكية أو تربوية ممكن نستخدمها مع الطفل. هقول لحضراتكم شوية حاجات اللي هي أشهر حاجات بتتقال. محتاجين دايما نقول للطفل إن احنا ندخل الحمام، أو نعرض عليه مش نقول له، يعني لازم ناخده من إيده ونوديه الحمام 3 مرات في اليوم، و3 مرات في اليوم أحسن حاجة يبقوا في خلال نص ساعة بعد الأكل، يعني نص ساعة بعد الفطار، نص ساعة بعد الغداء، نص ساعة بعد الغداء بعد العشاء. الهدف من ايه ده؟ من ايه؟ ان الوقت اللي بعد الاكل على طول الامعاء فيها اوتوماتيك اللي بتشتغل علشان تفضي الاكل، فلو الطفل قاعد في المكان المناسب اللي بيحصل فيه الاخراج اللي هو الحمام يعني، فبطنه او امعائه بتبعت اشارات للمخ ان انا على فكره في اكل في بطنك، ودلوقتي انت في المكان المناسب اللي هو الحمام، فايتس اوكي ان حضرتك تعمل حمام. ودايما بقول للام ان تشجيعك للطفل لازم يكون على التصرف، ان هو مسك ايدك وراح معاكي الحمام، مش لازم خالص على النتيجه، يعني لو دخل الحمام 3 مرات في اليوم ما عملش غير مره واحده فانت مبسوطه جدا بيه وشايفه انه بيعمل انجاز وشايفه انه برافو عليه. التشجيع المستمر للاطفال اللي بيعانوا من اي مشاكل طويله بيجيب نتائج، يعني مش عايزه اكون طبعا اسمها ايه ببالغ، بس هي نتائج قريبه جدا من العلاج الطبي.
طيب بعد ما شجعه هعمل ايه؟ بيبقى عندنا كده، انا بما ان الصور طبعا فشلت في الظهور فانا مش عارفه اوريها لحضراتكم، بيبقى عندنا زي صور كده، بقول للطفل اعملها انت، هات ورقه كراسه رسم عاديه وتكتب اليوم السبت لحد الاثنين، يوم السبت عملت حمام وكنت شاطر، قوم بتعمله، ونجيب ستيكرز بيحبها ويلزقها. ودايما دايما اول زياره لاولاد الامساك، بعد ما بقى الاولاد اللي عندهم مشاكل الامساك بعد ما بشوفهم اول حاجه حبيبي بيعملها بيروح مطلع لي الكراسه، عشان انا لما اشوف النجوم انا كمان بديله مكافاه، واكيد الام والاهل بيبقوا عاملين مكافاه، دي بنسميها ريورد شارت او شهاده انجاز، مهمه جدا على فكره، مهمه جدا في الاطفال، وقد كده بتجيب نتائج عظيمه، ونعلقها في اوضته او نعلقها في حته لطيفه عشان كل الناس تشوف الانجاز اللي بيعمله. يبقى ان احنا ندخل الحمام 3 مرات بعد الاكل عشان نستفيد من حركه الامعاء، دي حاجه مهمه. وقت الحمام دايما لازم يبقى وقت مريح، يعني ما ينفعش مثلا نبقى احنا خارجين بعد ربع ساعه، زي على فكره خارجه بعد ربع ساعه، فانا ادخل الطفل الحمام واقول له يلا بقى يلا، مش ممكن حبيبي احنا كده متاخرين جدا، بص المدرسه تحت، احنا مش كل مره ما نلحقش الباص. فالولد حبيبي بيتوتر، يعني هو مش طب انا اعمل دلوقتي عشان تبقي مبسوطه، ولا ما اعملش عشان الباص هيفوتني. فلازم يبقى الوقت ريلاكس، يعني وقت ما فيهوش ضغوطات. في طريقه معينه على فكره ان الطفل يقعد على التواليت، انا بتكلم على الطفل الكبير، يعني مش اقعد بقى يلا تلاقي رجله يا حبيبي متشعلقه فوق وهو حاسس انه هيقع في الحمام بتاعكم، هو اصلا زي ما قلت لحضراتكم الاول بيبقى في رعب معين من التواليت للاطفال، فلازم يقعد بطريقه معينه. مش عارفه برضه اوريكم الصوره، بس يعني بيقعد رافع رجله، يعني رجله سامده على الارض لو هو طويل، او ساند رجله على ستول او كرسي صغير لو هو قصير، لازم الوضع يسمح ان تكون ركبه فوق مفصل الهيب اللي هو المفصل الفوق ده بتاع الفخذ، مفصل الفخذ، الوضع ده مهم جدا عشان يسهل عمليه الاخراج. يعني دي تفاصيل دقيقة مش حاسة إنها تكون مهمة لحضراتكم دلوقتي، فلازم يقعد وقت ريلاكس، يقعد من غير ما يبقى متوتر. مش هنقعد طول العمر في الحمام، يعني هي القعدة دي 10 دقايق لربع ساعة، ما ينفعش نفضل قاعدين مش هتخرج من هنا غير لما تعمل حمام، لا يعني هي 10 دقايق لربع ساعة ونخرج عادي وندخل وقت تاني لو عايزين، ما حصلش حاجة. يبقى ده العلاج السلوكي اللي أنا حاسة إن إحنا بننساه، مع إنه بيجيب نتائج مبهرة زي العلاج الطبي بالظبط. آخر نقطة في العلاج الأكل. حد بيقول لي إن الدكتور محمد بيقول لي إن الصور واضحة، بس محمد مش عارفة، حاسة إنها مش واضحة، أو أنا مش عارفة أسنترها في الكاميرا، يعني دي صورة. طب خلاص هوريكم الصور بقى بعد ما أخلص، حاضر. هو مفيش صور كتير بس يعني هوريكوها لكم. آخر حاجة علاج الأكل، هل أنا محتاجة أركز في نوعيات الأكل اللي بياكلها الطفل؟ هقول لكم سر في شغلي. كنت زمان وزمايلي يعني اللي سمعوني بتكلم عن الامساك زمان، كنت بقول لا الطفل الممسك ياكل اكل عادي ومش لازم نضغط عليه في نوعيات الاكل، لان هو اوريدي بيبقى مش طايق نفسه، بياخد علاج يوميا وبياخد علاج مستمر، واصلا المنطقه دي مضايقاه، فيعني مش لازم اقعد اغلس عليه كمان في نوعيات الاكل. لحد بعد شويه اكتشفت ان احنا مجتمع مصري، ام سوري ان انا اقول كده بس دي طبيعتنا، يعني احنا اساسا نوعيات اكلنا سيئه للغايه، يعني احنا نوعيات الاكل بتاعتنا لا بنشرب الاكل والشرب، يعني مش متعودين نشرب ميه كتير، مش متعودين ناكل فاكهه كتير، مش متعودين ناكل خضار كتير، فيعني فلقيت نفسي ان انا لما بقول العامل التغذيه ملوش ثقل كبير في علاج الامساك في الاطفال، يعني مش حقيقي، مش حقيقي، او يمكن في المجتمعات التانية اللي هم بياكلوا حاجات مختلفة عننا الكلام ده يبقى صح. فبلاقيني محتاجة اقضي وقت مع الاهل عشان اقول لو سمحتوا لازم نشرب مية مية مية، مش عصاير ولا يعني مشروبات غازية ولا اي حاجة من دي. يعني عارفين حضراتكم لو الطفل اكتر من سنتين لازم يكون بيشرب من حوالي 900 الى لتر ميه، ميه حقيقيه في اليوم، ما افتكرش ان احنا بنعمل كده او مركزين ان احنا نعمل كده. لازم نقلل استهلاك اللبن، نقلل استهلاك اللبن، يعني الماكسيمم يكون 600 الى 700 لبن، لبن زبادي جبن حاجات داخل فيها لبن، يعني ده الماكسيمم. على فكره كتر اللبن بيعمل مشاكل صحيه تانية كتير، وبيعمل انيميا وبيعمل حاجات تانية مشاكل، لكن انا هفوكس على استخدام اللبن الغير منطقي في حالات الامساك. مفيش طفل عنده امساك غير لو سالت الام بيشرب لبن قد ايه، فهتلاقيه بيشرب على الاقل لتر او لتر ونص لبن في اليوم، ده لبن حقيقي،
غير الحاجات التانية اللي فيها ألبان وإحنا مش مركزين فيها، 2 بار شوكلت، حتة مكرونة بشاميل، كيكة مش عارفة فيها إيه، فزبادي طبعا طول ما إحنا قاعدين. وساعات يعني ساعات أنا ببقى مقدرة جدا إحساس الأم إنها بتعمل كده بنية سليمة تماما، إن الألبان بتمشي البطن طبعا دي معروفة. وكان في حاجات دايما بتلخبطني، اللبن الساقع بيعمل امساك والدافي باين بيمشي البطن او العكس، يعني بيبقى دايما في كده برضو حاجات ثابته في تراثنا مش دايما يبقى صح يعني، او مش دايما العلم بيبقى متفق معاها. فتاني معلومه لازم اكد عليها، ان استهلاك الالبان يقل الى 700 سم، ده الماكس، 700 مللي ده الماكسيمم في اليوم. طب الخضار والفاكهه لازم على الاقل نكون بناخد مرة أو مرة، يعني مرة فاكهة ومرة خضار. يعني الخضار أو الفاكهة أو الحبوب الكاملة بتتحط تحت تايتل الألياف، إن أنا أحاول أزود نسبة الألياف في الأكل. في طريقة أنا عارفة إن كل الأمهات دلوقتي ما شاء الله يعني مطلعين جدا، ويعني واخدين بالهم من إن هم يقروا المعلومات الغذائية اللي بتبقى على الأكلات، علشان برضو ابقى مديه لحضراتكم الفكره انا محتاجه قد ايه الياف للطفل اللي عنده امساك. محتاجه احسب عمر الطفل، يعني انا لو انا ابني مثلا عنده 3 سنين، ده عمر الطفل 3 زائد 5 او 10. يعني لو انا ابني عنده 3 سنين يبقى هو محتاج الياف حقيقيه في اليوم 3 زائد 5 يعني كام؟ 8، او 3 زائد 10 يعني 30، يعني من 5 الى 10 جرام الياف في اليوم بلس وزنه، يعني وزنه بلس 5 ل 10. فانا لما اقرا مثلا على المنتج اقول ان السيرفينج او التقديمه من المنتج ده بتقدم لابني 5 جرام فايبر في اليوم، دي حاجه مش وحشه. هقول لحضراتكم اكزامبلز، التفاحه المتوسطه فيها حوالي 4 جرام فايبر في اليوم، 4 جرام فايبر في التفاحه يعني. فلو انا اديت لابني تفاحه في اليوم فدي مش وحشه على فكره. طب البرقوق، عشان البرقوق ده رهيب، البرقوق لو انا قطعت برقوق او قراصيا، ما هي القراصيا هي البرقوق بس بعد ما مات، بعد ما نشف، فالقراصيا لما قطعناها حتت صغيره او البرقوق وحطيناها في كوبايه، السيرفنج سايز او مقاس الاكل عندنا كوبايه، هل تتخيلوا ان دي الياف 12 جرام، جرام الياف في اليوم؟ ومش عايزه بقى اسمع باقي الحاجات لان حقيقي مش فاكراها، بس يعني البطاطا فيها الياف، البسله والعدس والحاجات دي فيها الياف عاليه، الحبوب الكامله فيها الياف عاليه. بس خدوا بالكم من حاجه، ويمكن تبقى دي المعلومه موجهه لزمايلي الدكاتره اكتر من الامهات، ان انت لو هتنصح الطفل انه ياخد الياف عاليه خد بالك ان لازم يكون بيشرب ميه كتير، لان انا لو اديت الياف عاليه من غير ما اشرب ميه فانا بالظبط عملت كتله كتله من البراز في الامعاء عمره ما هيعرف يتخلص منها. فيمكن عشان كده دي من اهم الاسباب اللي ما بتخلينيش يعني ايه اجري قوي ورا ان انا اقول ادي الياف ادي الياف ورده ونسف رده الصبح وبعد الظهر وقبل ما ننام، لانه لو ما بيشربش حبيبي ميه كتير فهو بطنه قفلت خلاص مش هيعرف يخرج حاجه. هو ده اللي هيعمله الدكتور، هيتكلم مع حضرتك، هيوصف علاج طبي وهيشرح لحضرتك اهميته، هيوصف علاج سلوكي مهم، وهيوصف شويه معلومات في التغذيه علشان تنفع وتبقى ناجحه لازم تكون هي اللايف ستايل بتاع البيت. انا اسفه لو هضطر ارجع تاني لنقطه التغذيه واقول الفاكهه تتاكل، الفاكهه ما تتشربش، لان الفاكهه اللي بتتشرب ما فيهاش الياف، فيها سكر، فيها الياف صغننه قوي وفيها سكر كتير قوي. فلو انا بعرض على ابني فاكهه ما اعرضهاش بصوره عصير، حتى لو عصير انا عاملاه في البيت وحتى لو عصير بيتي نظيف، لا، الفاكهه تؤكل ولا تشرب. سؤال نمره 6، هو الامساك ممكن يكون مؤشر لمرض خطير بعد الشرب؟ انا هكتفي ان انا اقول الامساك قد يكون مؤشر الى مرض يحتاج علاج مختلف. فارجوكم نرجع للسؤال نمره 4 او نمره 4، امتى نروح للدكتور لو الامساك بقاله اكتر من شهر مستمر ولا يستجيب للعلاج، لو الامساك معاه علامات خطر زي وجود دم في البراز، معاه ضعف في الوزن حتى لو ضعف حضرتك شايفاه قليل، فلو سمح مش كتير يعني، فده لازم يستدعي استشارة طبيب. انا خلصت، ومعلش انا كنت ناويه اتكلم 30 دقيقه فبقوا 38، فانا اسفه ان انا طولت عليكم. ونسيت بقى في اول اللايف اللخبطه اللي حصلت، ان انا اشكر جدا دكتوره هاله النادي حبيبتي على الفكره وعلى تنفيذها. ومحتاجه اشكر الدكاتره اللي مش عارفه ليها اسم، يعني هم المقدمين جدا، دكتور بهاء الشيخ ودكتور محمد هلال، على السبورت الكامل.
ومحتاجة أشكر أي حد بعت لي مسج، شكلهم كلهم مسجات لطيفة جدا، ويا رب تكونوا دايما بصحة وخير. يلا جمعة سعيدة عليكم، السلام عليكم.